نور خير الخلق يجلى وكتاب الله يتلى وعلوم الشرع تملى عند مولانا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد أن من الله تعالى علينا بختم الرسالة الشمسية بشرحها، نستفتح كتاب الاقتصاد في الاعتقاد للإمام أبي حامد الغزالي، نقرأه على شيخنا الأستاذ الدكتور عبد العزيز سيف النصر. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، حقيقة حتى نقرأ كتاب الاقتصاد في الاعتقاد يجب علينا أن نكون على دراية نوعا ما بمشتملات هذا الكتاب. وأولا، مات النبي صلى الله عليه وسلم وترك الأمة، فكان خليفة رسول الله أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هؤلاء هم الخلفاء الراشدون. بعد ذلك بدأت الأمة الإسلامية تنتشر انتشارا كبيرا. أولا، النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أبا بكر بأن الله أذن له بالهجرة من مكة إلى المدينة، قال الصحبة: يا رسول الله، وكم سأل؟ أنا طفت قبائل العرب وسمعت فصحاءهم، فمن أدبك؟ قال: أدبني ربي فأحسن تأديبي، لأنه إن هو إلى وحي يوحى. وسار هؤلاء في نشر الإسلام في عهد أبي بكر. كل الجزيرة العربية كلها كانت تحت ولاية المدينة في عهد أبي بكر. ثم بدأ بعد ذلك أبو بكر بمعركة القادسية في فارس، وانتهت الدولة الفارسية على يد سعد بن أبي وقاص. انتشرت بقى فارس كلها وتاخد البلاد الإسلامية اللي معاها دي كلها. ثم بعد ذلك عمر الفاروق، معركة اليرموك، الشام كله، إفريقيا كلها، مصر من إفريقيا بقى كلها انتشر، انتشر الإسلام كله. في عهد عثمان بن عفان الإسلام انتشر انتشار كبير جدا، إلى أن كانت المحنة الكبرى بمقتل عثمان وغيره، وجاء علي بن أبي طالب. وبكل أسف هؤلاء من جيشه خرجوا عليه. علي سئل عن الخوارج، قال: هؤلاء إخواننا بغوا علينا، سماهم بغاة ولم يسمهم بخوارج كما أطلق على عليهم فيما بعد. وجاءت بعد ذلك فرق وفرق كثيرة بقى في الدولة الأموية، إزاي الدولة العباسية، وينضم المأمون إلى مذهب المعتزلة في أن القرآن حادث مخلوق ويضطهد كل من خالفه. انت سياسي تدخل مذاهب دي، انت مالك انت؟ ومين انت عشان تتكلم وتسد رأي كده؟ رئيس الدولة عليه مراعاة كل الدولة كلها، والدولة الآن من يعني شعوب وقبائل مختلفة، بل دول عظمى كبيرة
خدع يهود، خدع نصارى، خدع هندوس، خدع كل دول، يراعي كل هؤلاء. وبدأت المذاهب تعمل عملها، وكان المعتزلة يعني مالوا إلى آراء فلاسفة وطبيعيين وحاجة، ومالوا إلى المنطق وكذا. وكان الأشعري، الأشعري معتزليا إلى الأربعين من عمره. أبوه من الفقهاء ومن أهل الحديث، مات وهو في الرابعة من عمره، فتزوجت أمه بأبي علي الزبائي المعتزلي، واستمر معتزليا إلى الأربعين من عمره كما يقول ابن عساكر، وانضم إلى الفقهاء والمحدثين. وكان المذهب الأشعري هذا هو الأساس والقاعدة الأساسية فلسفيا ونقليا أيضا. ثم جاء أبو بكر بن الطيب الباقلاني، ثم أبو المعالي الجويني، ثم الغزالي، ثم الرازي. هذه هي المناهج الأساس، وهؤلاء هم المنهجيون اللي أدخلوا مناهج أساس في المذهب الأشعري. والغزالي حقيقة يعتبر أبو المعالي الجويني أول المجددين، ده المجددين بقى في المذهب الأشعري، وحاجات كتير عنده الإرشاد والشامل أشعري المذهب كاملا، إلا أنه في شرح العقيدة يعني اسمها إيه اللي عملها، النظامية. في النظامية لقينا اختلف منهجيا كثيرا، وأول من أدخل المنطق في المذهب الأشعري، ولذلك ألف كتابه تهافت الفلاسفة، خالف الفلاسفة في الآراء ولكنه وافقهم في المنهج، إذ المنهج أساسا هو المنطق، وتحلل العقائد منطقيا على أساس من المذهب الأشعري. وفي آراء كثيرة اعتزالية وفلسفية وصوفية، كلام كثير جدا. فأنا أرجو نقرأ الغزالي، لأن أنا عندي الغزالي خالف المتكلمين منهجا واف برأيه أو بمنهجه غير واف، ومن قصر المعرفة على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله الواسعة. عنده منهج صوفي كمان بدين العلم، فخالف الفلاسفة في الآراء وإن وافقهم في المنهج، وخالف المتكلمين في المنهج وإن كان قد وافقهم في الآراء. أرجو عدم الخلط بين المناهج والآراء، ومعرفة حقيقة المذهب الأشعري. يعني أنا ما أقدرش أقول إن أنكر الفلاسفة إنكار كده كتير، لا، في آراء فلسفية زي المعتزلة، وما أقدرش أقول إنه أنكر الصوفية أبدا. المذهب الأشعري في صوفية أيضا، مش التصوف هو أساسا شيعي، والعلاقة بين التصوف والتشيع كل من قال بالتصوف يبقى شيعي، كلام ده كلام غير محقق منهجيا. فأنا أرجو وإحنا بنيجي لقاعدة أساسية بتتعامل الآن، define your terms، حددوا ألفاظكم، أنتوا بتتكلموا إيه. في ناس دلوقتي بتقول تعالوا نقول للعالم كله حددوا ايه هم الارهاب، ايه الارهابيين دول، من باب الاستطراد الترجمه تيروريزم، رعاب مش ارهاب، لكن حبوا يجيبوا لان اللفظ القراني ترهبون به عدو الله وعدوكم يعبدون ربهم رغبا ورهبا،
فمش كل مسلم يبقى إرهابي، ومش كل أنا من يخالفني يبقى إرهابي. أنا أرجو نشتغل كعلم جدي وندرس المذاهب، تبقى جامعة مفتوحة زي السوربون، زي أكسفورد، زي أي بلد في العصر الحاضر. وين روم دو أز رومز دو، اتكلم بلغة العصر يا مولانا الشيخ، اتكلم بلغة العصر واعرف العصر ده وعلم علمائك بقى. طيب نبدأ بقى، نبدأ بقى الاقتصاد في الاعتقاد، ونشوف الغزالي في إطار أنه أشعري ولكنني أقول إنه أشعري ولكن له اتجاهات اعتزالية، اتجاهات صوفية، اتجاهات فلسفية، في كتير قوي. نعم أيوة ستة. قال الشيخ الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد ابن محمد ابن محمد الغزالي قدس الله روحه، الحمد لله الذي اجتبى من صفوة عباده. أولا الغزالي ده من أي بلاد؟ هو في رواية الغزالي أو الغزالي، بالنسبة إلى الغزل غزل الناس نسيب الحاجات دي. فبلدة من طوس في فارس، مش نيجي نقول لك بقى والفرس هؤلاء زنادقة وكذا وكذا، الكلام الخطابي ده بطلوا التقليد. عبد الله هو بيقول طوس هي قم المقدسة زي بعض دلوقتي زي لكنه سني. ايوه جدا جدا. لا وفارس كان كلها سنية الا في القرن الثامن عشر لما تزوج امرأة شيعية غير البلد. فارس نفسها كانت سنية. طب مصر في عهد يعني اللي جه عمل الخليفة، مين اللي جه في عهد ايه بني جامع الازهر؟ المعز لدين الله الفاطمي اللي خاطب واحد وهو شيعي اسماعيلي، ما شئت لا ما شاءت الاقدار فاحكم فانت الواحد القهار. الازهر كان شيعيا في بنائه في اصله، والازهر حاليا سني، بل سني أشعري على المذاهب المختلفة. في وقت ما كان شيعي كان كان الشيعة معتدلة عن ولا معتدلة، ماليش دعوة بعد، بلاش بقى لفظ الخطاب ده الاعتدال بقى. عايزك تخاطب بقى ديفاين يور تيرمز، حدد ألفاظك بقى، خاطب منطقيا. نعم. وأنا لو أتحت لي الفرصة بقى بس حسنة شوية، يعني الغلاة هم مش ضد الاعتدال؟ تطرفوا قولها عندك انت، انت مذهبك انت دعم غالي وكذا. شكرا. عشان كده بقى هنضطر بقى ننكر حقائق. مش هننكر حقائق، احنا عايزين نجمع الامه الاسلاميه، والازهر الان هو المستهدف حتى من مصريين، كله عايز يضرب الازهر. قال الحمد لله الذي اجتبى من صفوه عباده عصابه الحق واهل السنه، وخصهم من بين سائر الفرق بمزايا اللطف والمنة، وأفاض عليهم من نور هدايته ما كشف لهم به عن حقائق الدين. عصابة هنا مستحسن ولا مستهجن؟ والطبعة دي ها ما كشف يا أحمد يا ممدوح، ما يشغلش نفسك مع عبد الرحمن وغيره، هم ينبهوا بس على صواب النسخ. عصابة صح ولا غلط؟ صح طبعا. اللهم انتهلك هذه العصابة لن تعبى، يعصب بعضهم بعضا ينصر بعضهم بعضا. نعم. ما تمشوش بقى باللهجات الشعبية المصرية، عصابة كذا نعم. وأفاض عليهم من نور هدايته ما كشف لهم به. وشو صوفية ولا مش صوفية؟ عن حقائق الدين. هنا وأنطق ألسنتهم بحجته التي قامع بها ضلال الملحدين. شوف أخر أنطق قبل ما أفاض أولا وأنطق ثانيا، يعني على حسب ما يعتقدون قالت ألسنتهم. نعم. وصف نعم سيدنا يعني قدم التصوف يعني طبعا. وصف سرائرهم عن وساوس الشياطين، وطهر ضمائرهم عن نزغات الزائغين، وعمر أفئدتهم بأنوار اليقين. عمر أو عمر تمام. نعم. ها
حتى اهتدوا به إلى أسرار ما أنزله على لسان نبيه وصفيه. يبقى ده برضو تطبيق من قصر المعرفة على الأدلة المحررة فقد ضيق رحمة الله، لأن ممكن يجي عن طريق الإلهام عن طريق الفيض. وبالمناسبة إيه الفرق بين الفيض والصدور؟ قول يا أحمد. لا مش عارف. طب قول يا عبد الله. فيض من الله والصدور من الله. الصدور للموجودات الحقيقية، إنما الفيض قد يكون موجودات حقيقية وقد تكون معرفات في الذهن، معرفة. يبقى الفيض ممكن يبقى معرفة أو وجود خارجي، إنما الصدور صدر عن الله العقل أول الثاني، يعني موجودات حقيقية جزئية، قد تكون جزئية وقد تكون كلية. ما العقول دي كليات، العقول دي مش كلية، موجودات جزئية حقيقية بس ممكن تحتمل إنها كلية وتحتها أفراد. تمام. العقل تحته إيه؟ العقل أول تاني تالت الرابع، يبقى كالجنسي، والتانية تعتبر أنواعا انحصرت في أشخاص. يعني هي خلافية، هي هل هو لا اقرب ما هم بدون ما فلسفة مش هتعرف تتكلم كمان. يبقى الصدور للموجودات الحقيقية والفيض للموجودات الحقيقية والمعارف. فإذا يبقى الفيض أعم من الصدور. الفيض أعم والصدور أخص. شكرا. لازم من لا معرفة له بالمنطق لا يوثق بعلمه. أقدر أقول كتبنا التراثية من لا معرفة له بالفلسفة ولا حاجة. يعني الفيض يشمل الحس والمعنوي ولا المعنوي فقط؟ قد يكون خد بالك حسي زينا إحنا الفرد المعين، يبقى وممكن يبقى مجرد ده في الفيض، لكن الصدور حس. والصدور برضو فيض مجرد عن المادة، العقول مجردات عن المادة ما لهاش امتداد، احنا اللي لنا المادة اللي هي الأجسام الحقيقية. نعم. يلا ما لازم معرفة الفلسفة كمان. تعرفش الفلسفة انت عمال تخبط. فهذا يبقى صدر عنه. فهذا ما هتمشي. بس فاض عنه صدر عنه العقل الأول والثاني والثالث والرابع. فاض علي أنا يبقى معرفة برضه. طيب صلى الله عليه وعلى آله أجمعين. فاطلعوا على طريق التلفيق بين مقتضيات الشرائع وموجبات العقول وموجبات أو موجبات، اسم فاعل اسم مفعول. سيقول مقتضيات فتبقى موجبات تمشي برضه. طيب. موجبات تمشي. طيب. مفعول وفاعل. وتحققوا ألا معاندة بين الشرع المنطوق. خد بالك احنا هنا عربي، لغة عربية. نعم. موجبات العقول أو موجبات العقول فاعل ومفعول. نعم. وتحققوا ألا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول. بس تحققوا، التحقق يبقى في الخارجي، يعني بقى حقيقة خارجية سواء كانت خارجية أو مقدرة الوجود، يعني ممكنة لسه ما جاتش. نعم. أصل أنا عايز أأكد إزاي إن الغزالي مش هو متكلم أشعري فقط بل صاحب منطق واتجاهات فلسفية. نعم. وتحققوا ألا معاندة بين الشرع المنقول والحق المعقول. الشرع ايه؟ المنقول منزل ريفيلد ريفيليشن، والحق المعقول مدرك بالعقل. وعرفوا أن من ظن من الحشوية أو الحشوية هي تتقال اتنين. ردوا هؤلاء إلى حشى الحلقة أي جانبها، أي الحشى الحلقة الذين لا يؤبه بهم، مع علمهم يعني ايه؟ عوام. يلا. وعرفوا ان من ظن من الحشوية وجوب الجمود على التقليد واتباع الظواهر ما اتوا الا من ضعف العقول وقلة البصائر،
وأن من تغلغل من الفلاسفة وغلاة المعتزلة في تصرف العقل حتى صادموا به قواطع الشرع ما أتوا إلا من خبث الضمائر. ما أتوا به عندي لا ما فيش به. يعني تمشي مع الاثنين يعني اختلاف النسخ بس بنقارن يعني زي بعض. فميل اولئك الى التفريط وميل هؤلاء الى الافراط وكلاهما بعيد عن الحزم والاحتياط. الواجب المحتوم في قواعد الاعتقاد ملازمه الاقتصاد والاستداد. ملازمه يعني ايه؟ عدم الانفكاك. كم عندنا واحد لا ينفك عن هذا؟ ده احنا عندنا متحللين بقى، لا ملتزمين ولا حاجة بقى، ولا مدركين كمان. ملازمة الاقتصاد والاستداد على الصراط المستقيم. والاعتماد على الصراط المستقيم. تمام، في نسخة الاعتماد. فكلا طرفي قصد الأمور ذميمه. بص بقى، قصد وده الإرادة بقى اللي نص عليها بعد الرازي العميدي، هو اللي دخل القصد في الإرادة. قصدت الشيء يعني عينته، يعني تبقى أنت مريد يبقى عام تريد هذا أو تريد ذاك أو، لكن لما يجي القصد دخل فيها يبقى تحدد الشيء بعينه أي بذاته. وأن يستتب الرشاد لمن يقنع بتقليد الأثر والخبر وينكر مناهج البحث والنظر. يقنع ميه مولانا ميه خلاص، لا مش عايز خليها بعيد أحسن. إيه تتخبرنا؟ نعم، يقنع جبهة الإقناع هنا عشان يبقى يعم الجماهير. نعم. أولا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا هنا يفيد الظن. قد يفيد الظن، يعني قد يفيد الظن. أولا يعلم أنه لا مستند للشرع إلا قول سيد البشر عليه الصلاة والسلام وبرهان العقل الذي هو عرف صدقه هو أخبر. وحتى كمان هو النبي بعث إلا إلى العقلاء؟ هل هو بعث إلى الفرس والجمل والغزال، ولا بعث إلى الإنسان اللي هو العاقل؟ إذن الشرع أيضا يفهم بالعقل أو يدرك بالعقل. وكيف يهتدي للصواب من اختفى محض العقل واقتصر وما استضاء بنور الشرع ولا استبصر؟ يعني قال لك لا الفلسفة وساب الدين، طب هيختفي ازاي؟ الفلسفة فيها اختلافات كبيرة، يبقى اذا لابد من نور الشرع. هو نور الله، الله نور السماوات والارض، يبقى اللي ما يمشيش في الشرع يبقى ما عندوش نور، يبقى عنده ظلام. ليبراليين وعلمانيين وكل دول هؤلاء ماديون ضد الازهر. نعم. فكيف الاصطلاح من حيث اللغة هو صحيح، لكن من حيث الواقع باطل. حصل إزاحة للمصطلح. فليت شعري كيف. لا أنا ححرض ناس هي اللي هتطالب بأن عبد الله محي الدين يبقى رئيس جامعة الأزهر. عندي ناس دول موجودين وهتشوفهم بعدين، هتشوفهم يا دكتور عبد الله وإيه تأثيراتهم بقى. يلا ربنا يوعدنا مولانا. فليت شعري كيف يفزع إلى العقل حيث يعتريه العي والحصر. عقل يبقى حصر هتنفي العقل واقول لك لا انت خد على حسب ما ورد به النقل بس وتنفي العقل. نعم الحصر يعني العي والضيق فتحتين الحصر. حصر نفسه في العقل الايه؟ كيف حيث يعتريه العي والحصر. الحصر الشيخ مصطفى يعني تحسر على الشيء ندم عليه. كاتب في الهامش يعني الضيق. الضيق يعني. طب حصب جهنم يعني ايه؟ حصب دي حصب بالباء. دي حصب بالرأي يا سيدي. لا انا بتكلم بالصوت. حصب جهنم. قرأها البعض حطب جهنم. عملها طاء بدل صوت. نعم. أولا يعلم أن خطى العقل قاصرة وأن مجاله
ضيق منحصر. بس هي هنا ان خطأ العقل قاصر. خطأ هي هنا هنا بقى داينا قوي الطبعه دي كده. صح 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 بقى مليانه اخطاء. خطا في حاله لما كنا نراها الشيخ مصطفى كان بيصحح فيها خطا العقل. وتمشي تمشي تمشي مش دي النسخه بتاعه الازهر. بس هم بيصلحوا نسخهم واحنا بنصلح نسخنا واحنا بنقرا. يلا يلا يلا. هيهات هيهات قد خاب على القطع والبتات وتعثر بأذيال والبتات بت الشيء قطعه. من لم يجمع بتأليف العقل والشرع هذا الشتات. يعني تأليف مش جمع أو تركيب. ألف بين قلوبهم جعلها مؤلفة. نعم. فمثال العقل البصر السليم عن الآفات والأدواء. ها؟ ومثال القرآن الشمس المنتشرة الضياء. يعني شو جه المثال هنا ده تعريف بالتمثيلي. مثل كذا كمثل كذا. نعم. فأخلق بأن يكون طالب الاهتداء المستغني بأحدهما عن الآخر في غمار الأغبياء. طبعا ده غني بقى. يعني أنت اثنانِ لا يشبعان طالب علم وطالب مال. قيل 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 عن علي بن أبي طالب أنت تحرس المال والعلم يحرسك. لو أنت معاك مليون جنيه ألف واحد هيجي عشان يموتوك، لكن تعالم العلم الكبير مش حد هيموتك، بل العلم يكفيك إلى أن تموت. نعم. المعرض عن العقل اكتفاء بنور القرآن مثاله يعني مكتفي بنور القرآن. ها. المتعرض لنور الشمس مغمضا للأجفان فلا فرق بينه وبين العميان. طبعا. العقل مع الشرع هي نور على نور. عميان ولا عميان؟ وضبطها عميان. طب يلا. فالعقل مع الشرع. أيوة نعم. فالعقل مع الشرع نور على نور. نور على نور يزداد. والملاحظ بالعين. ايه الفرق؟ خد بالك. ايه؟ واحد يقول لك الوجود كالنوري. النور ظاهر بنفسه مظهر لغيره. انا اقول النور كالوجود؟ لا، الوجود في برضه غموض بعض الشيء لانه ضد العمى ضد العدم. فهنا الوجود كالنوري. عملت هنا مثال مثلت بيه النور ظاهر بنفسه ومظهر لغيره ولا لا؟ هذا تمثيل. والملاحظ نعم. بالعين العوراء لأحد. أنا عايز أشوف استخدام الغزالي، يشوف اللغات المنطقية وبيجيب يعني الأمثلة يعني الحسية العقلية إلى غير ذلك، وهجيب لك مطابقية أو تضمنية أو التزامية. والملاحظ بالعين العوراء لأحدهما على الخصوص متدل بحبل غرور. يعني أحسن واحد عندي في كتابة المنطق بعد الشيخ شمس عبد الله محي الدين. يا استاذ ربنا يكرمك. انا بتكلم في جزئية معينة اللي انت عملتها، التانية لسه ما قريتهاش. انا في التصديقات كلها هنبقى نشوفها. نعم. وسيتضح لك ايها المتشوف الى الاطلاع على قواعد عقائد اهل السنة. المتشوف عقائد اهل السنة أصلا جاية من المشوق. أي حد. عقائد أهل السنة من العقد وهو التصديق الجازم المفيد لليقين لا عن تقليد. هي عقائد أهل السنة تقليدا ولا عن دليل؟ عن دليل ومطابق لإيه؟ للواقع. عقد. ولذلك استحللتم فروجهن بكلمة الله بالعقد. ما تجيش بقى تطلق برضو إلا برضاها زي ما خدتها عن رضا. برضو أيضا برضا خالص. ما هو ما قالش حتى الراجل كده. إنما الطلاق لمن أخذ بالساق يا مولانا. الزواج سنة والطلاق بدعة. طلاق بدعي
طب في زواج بدعي؟ يلا بس ايه اللي ما ترضاهوش لامك او على امك؟ ما ترضاهوش لمراتك حتى، ده ام اولادك يا عم كمان. طب تعالى انت زعل مراتك يا عبد الله يا محي الدين، هتلاقي الخمسه مش الاربعه الولاد بس كلهم هيقفوا مع امهم ضدك على طول. ده حقيقي. حقيقي، برافو عليك. ايوه هو ده الكلام الجد، انت مربيهم على كده. أيوة. بس هم حتى بتوع دار الافتاء بيفتوا للمختل او الجاهل جدا، بيلاقوا له مخرج يعني بالنسبه. طب ما ده احسن يا عم، معلش بقى سيبهم يعمل نعممها كده ويتغيروا بقى، كل سنه بيتغير حسب الاوضاع بقى. نعم يعني الشعب المصري دلوقتي في غلاء الاسعار، انا عايز اسالك هل يحاسب المجنون؟ الشعب المصري متجنن دلوقتي من الاسعار، هتحاسبه على ايه؟ ده فقد الوعي، خليته عمال يطلع. الله، انت بتتجوزها ليه امبارح؟ وسيتضح لك ايها المتشوف الى الاطلاع على قواعد عقائد اهل السنه المقترح. ايه قواعد يا عم؟ اساسات. الاساس اللي تحتها، خد بالك بقى، ما دام قاعده تحتها بني جزئيات، تحتها جزئيات اللي هي الانواع او الاقسام باعتبار يعني. عشان القاعده امر كلي يندرج تحته جزئيات. تحته جزئيات؟ نعم. والمقترح تحقيقها بقواطع الادله انه لم يستاثر بالتوفيق للجمع بين الشرع والتحقيق فريق سوى هذا الفريق. فاشكر الله تعالى على اقتفائك لآثارهم وانخراطك في سلك نظامهم ودخولك في غمارهم واختلاطك بفرقتهم. الحمد لله. الحمد لله يا رب. عساك أن تحشر يوم القيامة في زمرتهم. نسأل الله تعالى أن يصفي أسرارنا عن كدورات الضلال ويغمرها بنور الحقيقة، وأن يخرس ألسنتنا عن النطق بالباطل وينطقها بالحق والحكمة، إنه الكريم الفائض المنة الواسع الرحمة. قم في الدنيا وحي الأزهرة، وانصر على سمع الزمان الجوهرة، واخشع مليا واقض حق إمة طلعوا به زهرا ومادوا أبحرا، كانوا أجل من الملوك جلالة وأعظم سلطانا وأكرم مظهرا.